الدراجة اللي اخترتها يعني؟ هذه الدراجة من كل الدراجات. بس انت راح تسوق هذا الحين؟ اليوم بسوق هذه اليوم. اهلا وسهلا ماهر. اهلا وسهلا فيك. حياك الله، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله، اخباركم؟ احنا الحمد لله بخير. ويانا اليوم طبعا ضيفنا نوح، جاي من عمان، وطبعا هو هوايته شغف نوح ان الدراجات الناريه. كان عنده في يوم من الايام هارلي ديفيدسون موديل 93، وباعها وانقطعت علاقته بالهارلي، فقلت لازم اجيبه يومي دبي، خليه انه هو يتعرف اكثر ويشوف وجهه نظر مختلفه عن الهارلي، وايضا يعيش الدور اكثر مع جماعتكم والكلاب الهارلي مالكم. اوف كورس وي ويل بي بليست. اهلا وسهلا فيك من عمان. حياك الله. يا هلا. فشو ممكن نقدم له اليوم؟ والله اللي بدك اياه حاضرين. بتحب تسوق دراجي؟ بتحب تطلع مع جروب؟ اللي انت بدك اياه امر. كله واحد هو عنده. هو طيب ممكن نجمع الاثنين يسوق دراجه بروحه. دفنت. وايضا خليه يطلع مع الجروب، يعني يشوف الجروب اكثر ويتعود على السواقه، واول مره يسوق دراجه بدبي طبعا. Of course. ممكن ناخذ دوره ايضا في البغدادي كاسترز ونشوف الدراجات. Of course, definitely. We can show you around all the motorcycles we have in here. حلو. وبالمناسبه بيقدر ينقي بايك اذا بده يسوق. حلو. ممتاز. بدك اياها هوي البايك من عند ماهر، وتقدر تسوقها بعد يعني سواء بروحك او حتى مع. سوري بس انت يعني اول مره بتسوق من 93 ولا سوقت مؤخرا عشان نعرف شو نعمل؟ سوقت من فتره. هو مواليد 94؟ 93. هو مواليد 93. هو هو اصغر واحد نشوفه يعني. اوكي، يعني ريسنتلي كنت تسوق؟ ايه اسوق كونفيدنت. ايه نعطيك وحش يعني تسوق 200 خلاص تمام يعني واضح. زي خلينا ناخذ دوره. أكيد حاضرين من عند بيج دادي كاستم. يعني اختارتنا اليوم بالضبط الدراجة اللي تختارها. جاهز؟ جاهز أكيد. 200 يلا اللي ليلتك. ليلتك تفضل. هاي دراجة تانية موجودة عندنا بالمحل. بس هاي مصممة ومصنوعة بأمريكا. أوكي. من شركة اسمها Big Bear Choppers. It's a chopper Pro Street. Pro Street بيجي الفريم تبعها أوطى من الشوبر العادي، والريك تبعها أكتر شوي. Short Fork. Very reliable bike. يعني bike فيك تسوقها تستمتع فيها really. كأن فيها لمحات من دراجة الباتمان. هيك حاسس؟ هيه. بدك تكون باتمان اليوم انت؟ هيه لازم اكون باتمان، وان شاء الله بسوقها هذه اليوم. هي إيه هاللي انت اخترتها يعني؟ هذه اليوم بختارها. من بين كل هالدرجات يعني هالحين؟ مش فاهم انا. اول شيء عاش دور جاك سبارو قبل شوي مسوي فيها بايرتس اوف كاريبيان. لا والله. والله. خذونا معكم على البايرتس اوف كاريبيان، خلينا نعيش المغامره هناك احنا. والحين بيكون باتمان، انت شو السالفه؟ بعيد ذكرياتي فيها. بتعيد ذكرياتك كلها مع هارلي ديفيدسون في على هالدراجه. هذه بالاخص ما بنساها. والله هي شكلها حلو أمانة، يعني الكروم الموجود فيها واللون هذا، أنا أول مرة أشوف لون عجيب هارلي على هذه الدراجة. عجيبة. بلو فليمز. يعني بذكرني بالسيارات اللاكجري الفخمة اللي فيها أيضا نوع من السيارات الرياضية، هاي الفخمة اللي فيها ألوان رائعة مش موجودة في أي سيارة ثانية، لكن هذه الدراجة أنا أول مرة أشوف اللون هذا. هذه الدراجة اللي اخترتها يعني؟ هذه الدراجة من كل الدراجات. بس انت راح تسوق هذا الحين؟ اليوم بسوق هذا اليوم. طيب شو رايك تاخذوه في مع الجروب مالكم؟ تطلع رايل مع جروب؟ ايه جروب. يونا فيل ذا سبيريت اوف ذا براذر هود معاكم. يلا في شابين قاعدين جوا. تعرف براذرز اوف اس وي كان كول ذم. واحد دراجته هون والثاني اعتقد دراجته برا. اذا دراجته برا وي كان جو توجذر. بيطلع معاه عادي يعني؟ يس شور واي نوت. ليتس سي. والله اوكي حيعيش الدور معاك. بنعيش الدور اليوم. ويعيشوا معانا الدور. Hey guys,
We have a guest here from Oman. He would love to go for a ride. Are you up for a ride? Any of us. Your bikes are here. Let's go. Let's go. Fire up. Rock and roll. وعلى الرغم من عشق نوح لدراجة الهارلي ديفيدسون إلا أن دراجة أخرى من نوع برو ستريت شوبر بشكلها المنفرد ولونها المتميز غيرت تفكيره تماما. شو السواقة هذه؟ رجعت نص ذكرياتي فيها. الله جميل جدا. إن شاء الله بإذن الله ممكن في يوم من الأيام تكون عندك دراجة نارية. إن شاء الله. وراح تصممها على كيفك وراح تخططها على كيفك. بصممها على هذه. زين. نوح خلال يومين في دبي عيش الدور، شو كانت أصعب المواقف وأصعب اللحظات في عيش الدور بالنسبة لك نوح؟ والله هو اللي أصعب شيء الوقت يمضي. مر بسرعة؟ الوقت مر بسرعة يعني. هذا أصعب شيء. هذا أصعب شيء عندي وصراحة استمتعت وأتمنى أن أعيش الدور مرة ثانية. وشو كانت أحسن الأوقات وأحسن اللحظات وأحلى اللحظات في عيش الدور بالنسبة لك؟ أحلى لحظات دراجة. أحلى شيء البايك. البايك أحلى شيء عندي صراحة شفته. جميل جدا. استمتعت بسوق البايك. استمتعت صراحة. زين خلينا نعرف شو الشيء والخبرة اللي تعلمتها في عيش الدور. الخبرة اللي تعلمتها في عيش الدور أحلى شيء عندي اللي تعلمته في السكوبا دايفنج. سكوبا دايفنج. أوكي. سكوبا دايفنج صراحة اللي تعلمت فيه واجد أشياء. إيه. وعطوني الشهادة. وإن شاء الله عقبالي اللي يسا. إن شاء الله بإذن الله أتمنى لك كل التوفيق طبعاً. إن شاء الله. لكن الشيء اللي أنت تبى توجهه لكل اللي بيشوفونه حالياً. في البرنامج عيش الدور شو ممكن تقول لهم رسالة بما أنه كان عندك كلام وايد وتقول أن التعليم كان هدف أساسي صح. والتعليم كان في فترة من الفترات أنت ما ركز في التعليم فشو الرسالة اللي ممكن توجهها لكل واحد يشاهدك في عيش الدور؟ الرسالة اللي بوجهها للناس وللشباب والله الدراسة أهم شيء في الحياة والواحد إذا في طموحه شيء يبادر ليسوي حقق طموحه. راح نشوفك في يوم من الايام ربان قبطان ان شاء الله. ان شاء الله هذا الهدف الاساسي مالك. هذا الهدف الاخر في حياتي اني اكون قبطان. قبطان ان شاء الله باذن الله نشوفك في يوم من الايام وتكمل دراستك لان عارف انك انقطعت عن الدراسه والحين تكمل الدراسه في مجال اخر وفي مستوى اخر. شكرا جزيلا نوح. ان شاء الله باذن الله درب السلامه لعمان. ان شاء الله. مشكور يا اخي في عيش الدور. مشكور وما تقصر. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا. حياك.